صباح السعادة مشاهدينا. أكيد تربيتنا لأبنائنا تحتاج إلى مجهود كبير أكيد عشان نغرس فيهم العديد من الأخلاقيات وأيضا القيم المجتمعية والتربوية، لكن ما نقدر ننسى دور المعلمين وأيضا التربويين منذ دخول الطالب أو الطفل إلى مرحلة رياض الأطفال إلى التخرج من المدرسة، وكيف يقدروا يساعدون الأب أو الأم في هذه المسيرة التربوية التي تحتاج إلى مجهود كبير وأيضا لكي ننجز العديد في حياة أطفالنا وأيضا أبنائنا. حمد، تربية الأبناء تحتاج مجهود كبير من الأب ومن الأم، لكن ما ننسى من يدخلون المدرسة يبدأ أيضا دور المعلمين والتربويين يصحح ممكن العديد من الأشياء في الأطفال، سواء يأخذونهم إلى المنحنى الإيجابي وأيضا عشان الطفل يقدر يحدد مثلا مصيره المهني وشو حاب يختار لما يتخرج، يعني يساعدون أكيد الأهالي في العديد من الجوانب وأيضا النواحي. صحيح زينب، احنا نقدر نقول أن علمونا المدرسين في أيام المدرسة والكليات وأيضا ربونا مثل ما نقول، ليش؟ لأن لما نذكر فكرة التربية دائما ما نذكر الأسرة، الأم والأب، لكن أيضا المعلم قام بتربية كل الأطفال اللي كانوا فيه أو تحت إيده مثل ما نقول. لكن هناك الكثير من الأطفال زينب اللي هم يندرجون تحت الأطفال العنيدين، نتحدث حول هذا الموضوع بشكل أكبر مشاهدينا مع معلمة التربية الخاصة أميمة محمد علي. صباح الخير أستاذة. صباح النور والفل المنثور، سعيدة بوجودي مع حضراتكم في هذا البرنامج المميز ومع كوكبة من المقدمات البرامج المتميزات. واحنا اسعد استاذه. استاذه اميمه، الان في دوله الامارات اصبح هناك تعليم مثل ما نقول او دراسه ما قبل الحضانه لتعليم الاطفال اكثر عشان يدخلون للحضانه. الان صارت الحضانات بشكل افضل، صارت تعلمهم الدين، صارت تعلمهم الحساب عشان يقدرون يدخلون الى الروضه. كتربويين بشكل عام، كيف من الممكن ان تعرفون الاطفال العنيدين دون الاطفال الاخرين؟ بداية أحب أن أعرف أن ما معنى الطفل العنيد. العند بصفة عامة هو يعني عدم إطاعة الأوامر، تمام؟ يعني باستمرار عدم يعني لا يطيع الأوامر أبدا، وأي شكل من أشكال اللي هو بنقول عليه الرفض، تمام؟ فبيعتبر هنا وبعدين أنا كمعلمة عشان أقوم بتشخيص أو أن أنا أوصم الطالب أن هذا الطفل أو الطالب يتصف بصفة العناد، لابد من مراقبة سلوكه. يعني فأنا هنا كتربوية أبدأ أحكم على أي طالب من خلال السلوك ومن خلال تكرار هذا السلوك، هل هذا السلوك بيستمر مع الطالب أم عارض وبينتهي. فطبعا إذا كان الطالب أو الطفل باستمرار لا يطيع الأوامر، لا يطيع أوامر المعلمة باستمرار، وعايزة أقول لحضرتك كمان أن مظاهر العناد بتختلف حسب البيئة، الفئة العمرية، وحسب اللي هي اللي هو الحلقة التدريسية، يعني الروضة غير الحلقة الأولى غير الثانية وهكذا. وبداية يعني هو خلينا نتفق أن العناد بيبدأ ظهوره من سن سنة أو قبل ذلك بقليل ويمتد لسبع سنوات، تمام؟ فأبدأ أنا أحكم على الطفل، مثلا الطفل أبدا يعني السلوك أو هذا السلوك الذي يريد خاطئ، ومع ذلك يصر، هو يعني من سمة من سمات الطفل العنيد الإصرار على السلوك الخاطئ، السلوك خاطئ وهو يصر على أنه هو يفعله، لا يطيع الأوامر أبدا. ويمكن أنا كتربوية مثلا أو معلمة ألاحظ يعني ألاحظ ظاهرة العناد في الطفل الذي يسوف أي مهمة أنا أكلفه بهذه المهمة، يسوفها أو لا ينهيها، يعني غالبا لا ينهي هذه المهمة، حبيبي اكتب، يعني قم بالنسخ أو التلوين أبدا، يعني خلاص يبص لي كده هوت ويتأخر. فهنا مع التكرار بعد زي ما قلت لحضرتك ممكن إيه لو تكرر هذا بأكثر يعني أكثر من مرة، أبدأ هنا بقى إيه، لا أبدأ أنا في وقفة مع الطالب، لا أبدأ أن أنا إيه يعني أقيم سلوكه، تمام؟ فدي مظاهر. يعني أستاذة أميمة، لكن شو هي الأنشطة أو ممكن يعني بعض المواد الدراسية يكون في بعض الأنشطة بعد التجارب، شو هي الأشياء اللي ممكن مثلاً تخلون الطالب يسويها أو يستخدمها في الحصة عشان يبدأ شوية يطيع أوامر المعلمة أو إنه يسمع لكلامها ويبدأ أيضاً يستفيد من الحصة؟ الناس ما قلتي ما بيقعد مكانه، ما بيسمع الكلام أو ما بينتبه، شو هي الأنشطة اللي ممكن تعطينها لهذا الطالب ويمارسها أيضاً أثناء الحصص الدراسية وأيضاً بعض الأنشطة؟ تمام. حاليا الان يعني
المعلمات يعني ووزارة التربية والتعليم، يعني مش عايزة أقول حضرتك يعني في الآن إدارة كاملة للتدريب والتنمية المهنية للمعلم، فأصبح المعلم الآن على قدر عالي من الكفاءة الوظيفية ومن والأنشطة وتعدد الأنشطة للطالب. فهناك طبعا الطالب يعني أنا كمعلمة أريد أنا يعني هنا أنا أريد أن أعدل يعني لا أنهي تماما يعني وعلى الأقل أريد أن أقلل من حدة العناد لا تطفل. بداية أريد يعني هنا دوري كمعلمة داخل الصف أنوع في الأنشطة وأنوع في التعزيز لدى الطلاب بشكل عام في المهمات وبأشكال يعني سواء بشكل مادي أو شكل معنوي أو مكافآت أو شهادات تقدير أو 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 تفر. فالطالب عندما الطالب العنيد يبدأ عندما أن زميله يثاب وبشكل إيجابي هنا يبدأ وفعلا وهذا يعني عن تجربة أن يبدأ طب أنا كمان أنا أريد أن أحصل على هدية مثل ما حصل مثلا زميلي، أريد أن أحصل على شهادة تقدير، أريد أن أسمع اسمي في الساحة في الساحة المدرسية أثناء الصباح وأن أكرم كطالب مثالي، فيبدأ هنا في التغيير. فهنا المعلم الناجح والمعلم الذكي هو الذي يثير فضول الطالب بالعكس. يعني أول يعني في هناك يعني أنا أتذكر جملة أو مقولة شهيرة من أحد أساتذتي قال لنا التغافل ثلثي التربية في التغافل، بداية أتغافل عن سلوكه، يعني أتغافل عن سلوك حتى لا يخرب لي الحصة وضبع حضرتك، وبالعكس وهنا بقى أثري حصتي بالأنشطة التفاعلية التمثيليات المسرحيات، أعطي دور إيجابي في أعطي دور قيادي في أيضا. والأطفال إذا إن إحنا أعطيناهم دور قيادي وأعطيناهم وبدأنا وأركز هنا دوري كمعلمة أحاول يعني شوفي حضرتك ما فيش حد فينا 100% أو في طالب 100% أنه هو يعني ما فيش في جوانب إيجابية، أحاول هنا دوري كمعلمة أكتشف الجوانب الإيجابية وأبدأ أكافئ السلوكيات الإيجابية في الطفل. فإذا كافأت السلوك الإيجابي والنواحي الإيجابية لدى الطفل سوف حد من بالظاهرة العناد لدى الطفل. صحيح. أيضا أستاذة ذكرتي أن كيف من الممكن اكتشاف الجوانب الإيجابية عند هذا الطفل قد يحفز الآخرين على صحيح. مثل ما نقول نفس وجود في نفس المكان، لكن إلى الجانب الآخر هل الأطفال بطبيعتهم يحبون التقليد؟ هل لما يكون هناك طفل واحد في الفصل بالشكل العنيد هل من الممكن أن يؤثر على أقرانه الأطفال وبالتالي يحاولون يقلدون سلوكه في العناد مثلا؟ شوفي حضرتك اقول لحضرتك على حاجه، يعني طبعا خلينا نتفق على اللي هي يعني الطفل اساسا كيف بيتعلم مهارات الحياه؟ يتعلم مهارات الحياه بالتقليد وخصوصا في العمر الصغير. يعني انا في فيديو كان انتشر على السوشيال ميديا لطفلين بيبيهات وهم تقريبا كانوا توأم وفي امامهم شاشه تلفزيون يقلدوا مباشره ما يحدث الفيلم اللي هو الكرتون مباشره، لان هو يحاكي البيئه وتصرفات الاخرين، وخصوصا في اللي هي الايه العمر الزمني اللي هو الايه الصغير لانه لسه لم يفتقر للنضج واخد بال حضرتك. فاقول يعني حسب بقى يمكن ممكن ايه احيانا ممكن الاطفال يقلدون، هنا دور بقى التدخل، هنا دور التدخل والتوعيه. يعني التدخل حسيت انا كمعلمه في داخل الصف يمكن انا الان ادرس في حلقه ثانيه يعني يمكن هذه الظواهر الى حد ما تظهر بشكل اخر، ولكن اتكلم على العناد لان العناد أكثر بيكون ظاهر في العمر ما بين زي ما قلت لحضرتك من سنتين لسبع سنوات. فطبعا وارد يعني أكيد وارد أن يكون في ممكن بعض الأطفال تقلد تصرفات نفس السلوكية، هنا بقى دور المعلم، هنا دور الملاحظة، يعني أننا لابد المراقبة، المعلمة هنا تراقب تصرفات الأطفال، أحست بالخطر، أحست أن في بدأ أن إيه أن يكون في كوبي من نفس التصرف، لا هنا نبدأ إيه التوعية الحديث مع الطفل، توضيح السلوك الخطأ، توضيح السلوك الصواب، ومكافأة وزي ما يعني وأؤكد على دائما نعزز السلوك الإيجابي ونكافئ السلوك دائما الإيجابي.
أكيد طبعاً أستاذة أميمة صار الحين التعلم عن بعد، ونفس هؤلاء الأطفال أكيد محتاجين مراقبة أكثر، يعني الحين هو قاعد ما يشوف المعلمة قدامه، أكيد بيبدأ يتحرك وممكن ما يسمع لأوامرها وما يركز أيضاً في الحصة وما يستفيد. شو هي بعض المهارات أو القدرات اللي يقدر هذا الطالب يكتسبها من المعلم خلال التعلم عن بعد، وأيضاً تحاول يعني السيطرة عليه يعني لو بالقليل عشان يبدأ يستفيد من الحصص الدراسية؟ شوف أنا أقول لحضرتك الحاجة، أنا بدون حالياً في التعلم عن بعد لما أكون في الموقف الدراسي في البيئة أمامي في البيئة الصفية غير الطالب خلف اللي هو شاشة الكمبيوتر. نحن فهنا بقى للأسف يعني حاسة أنه بقى فيه لود على ولي الأمر، هنا أنا بدون ولي الأمر ما أقدر أشتغل يعني تمام، يعني حتى في الحلقة الثانية يعني دور ولي الأمر مكمل هنا لدور المعلم، المعلم يد وحدها زي ما حضرتكم بتقول ويد وحدها ما بتصفق تمام، فهنا دور ولي الأمر في المتابعة تمام، النصح، التعزيز، هنا بقى دور يعني بنخرج هنا من دور وايضا وهقول لحضرتك على حاجه، يعني حتى احنا في التعلم عن بعد يعني هناك العديد من الفعاليات والانشطه ايضا نصممها يعني في التعلم عن بعد ايضا، وهناك المكافآت وهناك التعزيز والمدح وهناك اساليب كثيره تربويه ايضا لتعزيز السلوك الايجابي، والتواصل الان صار اكثر مع ولي الامر ومع البيت، واخد بال حضرتك احنا بنتواصل باستمرار مع البيت ومع ولي الامر، واذا استدعى الامر يعني انا عن نفسي في حالات زي ما حضرتك كده تفضلتي برغمنا في الحلقه الثانيه، في الحاله دي انا عجزت عن العلاج او ولي الامر، هنا استدعي اختصاصي نفسي. في هذه الحاله هنا بقى لازم اختصاصي نفسي وفعلا تستجيب لي فعلا المنطقه، احنا لا اعمل المعلم لا يعمل بمفرد، ولكن نعمل تيم وورك، فريق عمل نتكامل مع بعض، وهنا دور الاختصاص النفسي في التدخل اذا كانت المشكله لا استطيع السيطره عليها او ولي الامر يستطيع السيطره عليها. استاذه يعني احنا يجب ان نؤمن ان الاطفال هم بطبيعتهم اشخاص مختلفين، يجب ان يراعي كل اختلافات الموجوده في شخصيات الاطفال خاصه في الاعمار الصغيره مثل ما انت ذكرتي. استاذه اميمه محمد علي شكرا حقيقه على تواجدك اليوم معنا، وشكرا على المعلومات اللي زودتيها لنا. شكرا يا فندم، شكرا سعيده بوجودي مع حضراتكم. We'll be right back.